مساء الخير واهلا بيكم من جديد في برنامج المهرجان. النهارده سهرتنا غنائيه من نوع فريد جدا، معايا صوتين لمطربتين اصواتهم الحقيقه ما فيش اجمل ولا اروع من كده. المطربتين اللي معانا النهارده كل واحده فيهم طبعا ليها مجموعه اغاني يعني ناجحه جدا، ولكن خليني اقول لكم انه هبدا باول صوت نسائي معانا النهارده اللي هنسمع صوتها ونستمتع بيه في الجزء الاول من سهرتنا. مطربه النهارده رغم ان هي لسه في بداية مشوارها الفني إلا أن أغانيها بتحقق نجاح كبير جدا، مشاهدات عالية، أخيرا أغنية كيفي الوجع اللي حققت فيها أكتر من 1,000,000 مشاهدة. مش عارفة وجع إيه طبعا وهي لسه في سن صغيرة، هنعرف منها وهنسمع أغنيتها وهنسمع أغانيها الحقيقة اللي زي ما قلت لكم محقق نجاح كبير، المطربة الشابة زينب حسن. منورانا ومبسوطة جدا أنك معانا النهاردة يا زينب. أهلا بحضرتك، وأنا مبسوطة جدا جدا أنا مع حضرتك النهاردة، وأهلا بكل اللي بيشوفوا، وانا مبسوطه جدا ان انا النهارده موجوده من العالمين تحديدا. انت منوره العالمين، قولي لي دي اول مره تيجي ولا جيتي قبل كده؟ انا جيت قبل كده الحقيقه، كان عندي حفله استلام جايزه الميما السنه اللي فاتت، بس حقيقه انا كل ما باجي هنا ببقى مبهوره بالتطور وبالحاجات الجميله اللي كل مره باجي بشوفها، يعني بنبهر اكتر من المره اللي قبلها. اختلفت ازاي العالمين السنه دي عن السنه اللي فاتت مثلا؟ بصراحة أنا حاسة العالمين السنة دي يعني مش بس المصريين موجودين فيها، أنا حاسة أن الناس من كل الدول موجودة فيها، يعني بشوف عرب موجودين فيها، من الخليج موجودين فيها، من برا مصر أجانب موجودين فيها حابين يشوفوا إيه العالمين، وحقيقي أنا يعني أنا حاسة بيهم جدا، لان فعلا العالمين مش بس في التلفزيون حلوة، لا هي بره كمان احلى واحلى، يعني في الحقيقة احلى بكتير جدا جدا.